بصي، انتي المطربة الشعبية الأولى في مصر دلوقتي؟ مش أنا اللي أقول، الناس هي اللي تقول. لا بس أنا عايزاكي تقولي انتي يعني. لا أنا الحمد لله بالنسبة لشغلي وبالنسبة لمحبة الناس وبالنسبة اللي أنا فيه، الناس بتقول كده. بتقول ان انتي يعني انتي شايفة ان ممكن تكوني من ناحية نجاحك وشغلك تبقي المطربة الشعبية الأولى. الحمد لله. طيب خلينا نشوف، في استفتاء اسمه مما، ده ناس هي اللي بتختار النجم بتاعها، فخلينا نشوف مين تفتكري مين اللي حصل على افضل مطربه شعبيه ل 2014. الله، ممكن تكون امينه. مظبوط كده، ممكن تكون امينه افضل مطربه شعبيه في 2014 بحفل الميمة. انا فعلا انا سمعت انها خدت جائزه. فعلا. ليه ما راحتش يعني؟ انت قلتي يعني ممكن عشان جات لي قبل كده، السنه اللي قبلها جات لك السنه قبلها، فالسنه دي بقى بس مش عارفه يعني. انا مش فاكره، كانت هي باينه على افضل اغنيه شعبيه. يا دنيا انا خدت الجائزه دي. بيزعجك لما مثلا الفنانه امينه تقول انا تاريخي اكبر من بوسي؟ لا طبعا ما يزعجنيش. ما يزعجنيش لا ابدا طبعا. انا بحب امينه وانا بحبها كفنانه طبعا. هي في المجال الفني هي قبل مني. هي من قبل مني. ممكن انت تبقي لسه طالعه وتتقدمي على اللي قبلك. باجتهادك وبشغلك بتتقدمي. ممكن. وانا دايما انا مركزه في شغلي ومركزه في حالي، ما بركزش ده عمل ايه وده عمل ايه وده عمل ايه في حياته، لا خالص، انا مركزه في نفسي وفي حياتي، فعشان كده الحمد لله ربنا بيكرمني.